بسم الله الرحمن الرحيم. وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا
فإياك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.